السلع يعني إذا كان ليبيا متصدر وفقا للإجراءات لتفاديها والقضاء عليها وعدم حدوثها مستقبلا. كتابة عن حيود داخل المدينة القديمة، هذا شيء أنا عمري 70 سنة، عمري ما تجرأت حتى بالقلم الرصاص. اجتماع مع بعضنا نشوف شنو التقصير الجماعة في حاجات نديروها، نشوفوا الفنية والإدارية والمهنية مع بعضنا حتى نضمن سلاسة رفعوها وداروا فيها جراء وبعدوها هذه بالنسبة لهم. احنا كان من جديد بنشدوا دي شنو خاسر خليه باش يجي يعمل اقل شيء ابدا من صحيح الكتاب وبعدين دير الاسطر اللي يتعمل. المهم هذا احنا نبي نعرف حاجه واحده، السيد الطيب وتقديمه الى الادارتين المعنيتين. احمد عثمان عضو مجلس بلدي غدامس. طبعا في اطار استعدادات المجلس البلدي وفي اطار استعدادات المنطقه بشكل كامل لفتح المنفذ، عقد المجلس البلدي اجتماعا مع معظم او جميع الاجهزه الامنيه العامله داخل المنطقه لاجل وضع خطه واليه معينه لضبط الامن في المدينة. إلى جانب هذا الموضوع ولا سيما إذا عرفنا أن منطقة غدامس هي منطقة سياحية ومنطقة مقصودة من جميع الليبيين، ونظرا لبعض الاختراقات التي سجلت في هذا الموضوع أضاف أو أضيفت بنود أخرى إلى هذا الاجتماع، وهو بند ومراقبة جميع زوار المنطقة، فخاصة أصحاب الفنادق وأصحاب البيوت المؤجرة وكل المتعاملين في قطاع السياحة. وكان مكتب السياحة أيضا واحد من الجهات التي حضرت هذا الاجتماع، ونرجو أن يوفقنا الله في ضبط الأمن وتوفير الأمن والسلامة لمواطني هذه المدينة. شكرا.